انا للتوضيح ايه الناس تتصرف ازاي في الموضوع ده واهميته وقيمته، معانا على الهاتف المهندس محمد فراج، المدير العام لشركة الدقة للاستثمارات الهندسية. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين طيبين. وانت طيب. قول لنا يا باشمهندس، يعني شايفين ايه الموضوع بتاع عودة تراخيص مواد البناء تاني، والناس هتتعامل معاها ازاي؟ طبعا هو اولا هي دي بادره حلوه جدا من الحكومه ومجلس الوزراء، خاصه ان احنا الحكومات السابقه كلها حاولت تتصدى للازمه بتاعت مخالفه البناء وما قدرتش تحقق الهدف دوت، يعني بسبب حاجات كتير، تدخل هيئات ومشاكل محليات ومخالفات كتيره، لحد ما اصدر الرايد اشاره بالوضع منظومه جديده، وبالفعل صدر قانون تصالح للمخالفات اللي هو رقم 17 ل 2019، ومن بعدها الحكومه وقفت طبعا اصدار ترخيص بنى جديده بحيث ان هي تدي نفسها فرصه لانشاء المنظومه الجديده دي اللي هي كان فعلا فيها مناقشه امبارح في مجلس النواب، بحيث ان هم يبداوا يحطوا اليه للاشتراطات بتاعه البناء الجديد. فطبعا هي خطوه مهمه جدا وهتنعش السوق الفتره الجايه بصوره كبيره. طيب عندكم اي يعني معلومات عن شكل يعني ايه الاجراءات اللي هياخدها المواطن علشان يعني يحصل على هذا التصريح؟ طبعا هي الاشتراطات بتاعت البناء الجديده اصلا مقسومه بين يعني لشقين، الشق الاولاني متعلق بنسب البناء الارض والارتفاعات، ان هي تتراوح ما بين ارض ودورين او ارض واربع طرقات طبقا لعرض الشارع، نسب بناء ما تتجاوزش 70%، فطبعا دي بتدي ادميه اكثر للسكن، وطبعا في وجود بعض الاستثناءات يعني المساحات الصغيره. والنقطه الثانيه هي اللي تخص اكثر المواطن، ان هو اول نقطه تم الاستقرار على عدم قيام المحليات باصدار اي تراخيص، وطبعا دي هتسهل اجراءات كتير جدا وهتحارب كتير جدا في الفساد اللي كان موجود الفتره اللي فاتت. ثاني نقطه تم الاستقرار على وجود مراكز تكنولوجيه في كل وحده ومرتبطه بجامعه حكوميه هي المسؤوله عن مراجعه الرسومات والتاكد من مدى مطابقتها. والنقطة الثالثة ان تم التأكيد على وضع سقف زمني لإصدار الرخصة ديت، ان هو لا يتخطى بأي حال من الأحوال 60 يوم. 60 يوم. فبالتالي 60 يوم، فبالتالي بالنسبة للمواطن هو كده هيتعامل من خلال منظومة شباك واحد، ودي أهم حاجة. هو طبعًا ملوش أي علاقة خالص بكل الإجراءات اللي بتتم دي، هو بيتم اتفاق الأوراق بيقدمه، بناءً على كده الوحدة ديت بتبتدي تتعامل مع الجامعة أو مع الهيئة الهندسية تشوف مدى مطابقة الحاجات ديت، لو فيها أي مشاكل ما فيهاش أي مشاكل. مع سقف زمن 60 يوم وبيتم اصدار الرخصه ليه بدون اي تعقيدات او اي حاجه خالص. نرجو ان الامور تتم في القصه بتاعه التراخيص البنى بدون تعقيدات زي ما قال المهندس محمد فراج المدير العام لشركه الدقه للاستشارات الهندسيه. شكرا يا باشمهندس محمد. النهارده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيشهد مراسم التعاقد مع التحالف الفائز بتشغيل المتحف المصري الكبير بين كل من العقد بين كل من هيئه المتحف المصري الكبير والتحالف الدولي بقياده شركه حسن علام للانشاءات، واللي فاز من بين 5 تحالفات دوليه اخرى علشان تقدم وتشغيل الخدمات بالمتحف بناء على قرار لجنه البت المشكله ولجنه الخبراء اللي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وقع العقد